الأهلي يلامس لقب الدوري المصري الممتاز رقم 44 في تاريخه، يفوز على المصري، وبيراميدز يتعثر أمام الزمالك بتعادل إيابي. الآن النادي الأهلي لأول مرة هذا الموسم في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 69 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني ب 68 نقطة بفارق ثلاث مباريات مؤجلة للنادي الأهلي عن فريق بيراميدز. الوضع الآن، قبل المباراة كنا بنقول الأهلي يقترب كثيرا، الآن يقترب كثيرا جدا جدا من حسم لقب الدوري الممتاز، دوري ربما يستحقه النادي الأهلي مثلما أيضا كان يستحقه بيراميدز. رغم المواجهات الأخيرة أمام الأهلي والزمالك، بيراميدز كان قوي جدا جدا هذا الموسم قبل أن يواجه الأهلي، قبل أن يواجه الزمالك، وبقت الصورة واضحة، ظل الأهلي والزمالك كبيري الكرة المصرية حتى هذه اللحظة. لم يستطع بيراميدز مواجهتهما، وتعثر أمام الأول وتعثر أمام الثاني، وأصبح النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم على مقربة من لقب الدوري الممتاز. وهدية القدر للنادي الأهلي، وسام أبو علي كان القائد اليوم في فوزه على فريق المصري بهدف رائع جدا، هدف لأول مرة بالرأس بعرضية مميزة جدا من رضا سليم بقدمه اليسرى، قدر يتعامل مع وسام أبو علي بشكل ممتاز عشان يمنح النادي الأهلي ثلاث نقاط، ربما ثلاث نقاط الدوري، واقترب أيضا من صدارة هدافي الدوري وسام أبو علي، يزاحم فيستون مايلي على هذا اللقب، لقب هداف الدوري، رغم أن وسام أبو علي انضم للنادي الأهلي مؤخرا في شهر يناير، يدوبك في شهر يناير في وسط الموسم، ولكن وسام أبو علي زي ما قلت لحضراتكم هدية القدر للنادي الأهلي.